أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. ومن بعد زدنا ليها الحداكشة، هادو خمسة شكلوا مجموعة واحدة. كانوا مسؤولين على تكوين المراقبين، كانوا مسؤولين على التواصل، كانوا مسؤولين على اليقظة، وفعلا أبانوا على واحد المجهود استثنائي. لهذا السبب جاء هذا اللقاء ديال الشكر. من لم يشكر الناس لم يشكر الله. توفيق العلي القدير ثم مجهودات ديالكم باش تحقق هذا النجاح. حقيقة أنا ما استوعبتش الدلالات ديال هذا النجاح إلا من بعد هذه النتيجة، لأنه كثيرين كانوا كيقولوا طيب محاولة، ولكن هذا الإقليم شاسع، وعطيت واحد التشبيه اليوم كتمشي على طبعا هو حنا كنقولوا مؤسسة داخل كتا أي المؤسسات اللي كاين في البلاد، هو انتصار للوطن أولا، انتصار للديمقراطية ديال بلادنا. الحمد لله أن الشعب المغربي أو لا كيتعطى به المثال في المنطقة العربية وفي الدول العربية، هو انتصار للوطن وانتصار للمغاربة ملكا وشعبا، يعني انتصار للجميع. الحمد لله. الساكنة نزلات في 7 أكتوبر تقول الكلمة ديالها.